صباح الورد بالنوبة. نبتدي اقول لنا صباح الورد بالنوبة. صباح الورد يعني عادي صباح الورد. والله ازيكم عاملين ايه بالنوبة؟ ازيكم منبو راي جري يعني ازيك انت كويس؟ منبو يعني عامل ايه؟ راي جري يعني هل انت كويس او يعني انت كويسه؟ هي راي جري دي راي جري هي نايجري بي بتاعت منير مش هي؟ نايجري بي بتاعت منير دي اللغه الثانيه يعني دي شيء فعلا يعني محمد منير طبع قبائل تانية بلغة تانية اسمها اللغة الفادكية. طب ثواني بقى انت جيتي لي ده احنا محتاجين ترجمة الاغاني كتير. نيجيري دي معناها ايه بقى؟ لا ما انا هكون مش عارفاها لان انا اللغة الكنزية هي في لغتين لغة كنزية ولغة في كذا لغة وانتوا مش عارفين اللغات التانية وهي لغة صعبة كده كرة المتجاورة لبعض يعني لو قرية بيتكلموا لغة أو لهجة فادكية وقرية تانية لهجة كنزية متقاربين بحكم المعايشة بيعرفوا لغة بعض ولكن ما تعرفوش لو مش متقاربين ما يفهموش بعض لا يعني عايشين في نفس المكان وكل حبة بيتكلموا لغة وانتوا كلكم مش عارفين لغة بعض طب ومستنيين انا اعرفها؟ وده معنى ايه بقى؟ ان مصر ثريه جدا بالثقافات، مصر فيها ثقافات كتيره غنيه وثريه ولغات متعدده وحاجات جميله. صحيح. وفي لغه امازيغيه اكيد حضرتك تعرفي. لا صراحه ما اعرفش. لا في لغه امازيغيه ما اقدرش اقول اعرف ولا ما اعرفش. في مطروح في الحدود الشماليه مطروح بيتكلموا الحدود اللي على الاطراف، تلاقي دايما حضرتك اللغات المختلفه في المناطق الحدوديه. يعني صحيح. يعني في الحدود الجنوبيه احنا اسوان لا بس بتفرق الاكسنت اللهجه زي سينا مثلا ولكن اللغه بشكل كامل متكامل كده انا كنت ببقى قاعده بجد بصلهم انا مش فاهم كلمه يعني هو بيتكلموا مع بعض وبعدين يرجع يقول لي انا كلمتين بالمصري واللكنه مكسره برضو انا مش فاهمه حاجه بس انا مبسوطه تمام الفايبس حلوه ولكن انا حقيقي مش فاهمة.